أحيت السفارة الفلسطينية المعتمدة لدى المملكة ليلة أمس الذكرى 40 ليوم الأرض الخالد بحضور عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب مشاركة بعض من أبناء الجالية الفلسطينية في البحرين. وفي يوم 30 مارس من كل عام يحيي الفلسطينيون في شتى بقاع المعمورة ذكرى انتفاضة الأرض والإنسان، والتي كان أبطالها فلسطينيو حدود 48 الذين تصدوا لقرار حكومة إسحاق رابين أنذاك القاضي إلى مصادرة 21,000 دونم من أراضي قرى تابعة لمدينة الخليل. الأرض المغتصبة دائما ما تستنصر أصحابها لإحقاق حقها الذي سلب، واسترجاع كل ذرة من ترابها الطهور الذي كان ولا زال مطمع عدو حاقد متلبث ومتعطش على الدوام لتبني سياسة التهويد والتهجير وسفك دم الصغير قبل الكبير. انتفاضة أهالي قرى الجليل التي عايشها يوم 30 مارس من العام 1976، والتي انطلقت كرد على القرار الذي أصدرته حكومة إسحاق رابين آنذاك بمصادرة 21,000 دونم من أراضي قريتي عرابة وسخنين، أشعلت فتيل انتفاضة شعبية قام بها فلسطينيو حدود 48 لتقابل بتضامن وتعاطف فلسطينيي الضفة والشتات والعرب عموما، انطلاقا من مبدأ التمسك بالأرض ورفض انتقالها لليهود. إحياء الذكرى 40 ليوم الأرض الخالد كانت قد شهدتها السفارة الفلسطينية في البحرين عبر احتفال نظمته السفارة شارك فيه عدد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية، وحضرته مجموعة من أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة. الشعب الفلسطيني بتقديري يراهن حاليا أولا على صموده، الشعب الفلسطيني يراهن على ذاته، يراهن على الموقف المميز لقيادته بقيادة الرئيس أبو مازن، يراهن على المجتمع الدولي الذي بدأ يتحرك وبدأ يقتنع أنه لابد من حل للموضوع الفلسطيني، إذ لا يعقل أن يبقى الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد في العالم الذي لم ينل حريته واستقلاله لغاية اليوم. تضامن عربي وأممي لطالما ساند بقوله وبفعله الخير وبنصرته الأبدية للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية. قيادة الرشيدة برأس جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو الأعلى، في ظل كل هذه المشاكل العربية اللي نمر بيها تبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية، ونتمنى القريب العاجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية بإنشاء دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. قضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وهي في وجدان وضمير كل عربي وكل مسلم، وهذا اليوم يوم الأرض ذكرنا بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وإجلاء الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية، وهذا أبسط ما نقوم به تجاه القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية حقيقة تستحق كل التضحيات وكل الجهود. من الجمعيات ومن المؤسسات والوطنية والمدنية حضروا في مثل هذا اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن كرامته وعن شرفه. تعاطف الماضي لا يزال الحاضر يستذكره على الدوام ويحييه من باب حق العودة والتمسك بكل شبر من أراضي الدولة الفلسطينية التي يرفض أهلها التفريط بها، ونسيان الأم التي أتعبها بعد أبنائها عنها وأرهقها مسكن غريب غاصب لم يقدر يوما حرمتها، ليصول ويجول ويفسد في أرضها ليهلك الحرث والنسل. قوة القضية الفلسطينية تكمن في شرعيتها، وصمود الإنسان الفلسطيني نابع من علاقة الجسد بالأرض، أرض لم يغب حق استردادها حتى اللحظة عن وجدان من عايش ويعيشون التهجير والتدمير والقتل. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.